عمر، يا عمر، عمر، أهلا باشا، عفوا. صباح الخير. إزيك يا باشا؟ خالد بيوصل ومستنيك. خالد بمين؟ تعذر يا عمر، اصحى. حاضر يا باشا. يا عمر. حاضر أهو يا باشا، أهو، أهو. أي ساعة كام؟ الساعة 7. طب صحيح الساعة 10 يا نجم. هزر. اصحى. اصحى ما تهزرش، اصحى. ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح الخير. باشا هو ساعتك ما بتنامش؟ لا بنام. بس مش كتير. كتير فين يا باشا؟ ده سعادتك سايبني امبارح الساعة 1 الصبح وسبعة بالدقيقة لقيتهم بيصحوني. فيعني أنا آسف في السؤال، يعني هو سعادتك بتلحق تروح إمتى وتنام إمتى وتيجي إمتى؟ أنا مش قصدي حاجة، أنا بس بتكلم على صحة سعادتك. لا يا سيدي ما تخافش. إلا قول لي الساعة اللي في الكوريدور كام؟ ستة ونص يا باشا. عايزك تحط في اعتبارك ان سالم اول ما يعرف انت بتشتغل ايه هيروح يبلغ داني على طول، وفي الحاله دي هتبقى متراقب 24 ساعه في ال 24 ساعه. لو لاحظت اي حاجه حواليك اعمل نفسك ما انتش واخد بالك، خليك طبيعي واحنا هنتابعك من بعيد. هتنزل مع نادر بيه والمكان اللي هينزلك فيه عايزك تعرف انت متراقب ولا لا ومين بيراقبك. اتفضل. محدش كان بيراقبنا يا باشا. أكيد؟ أكيد يا باشا. طب تعالى معايا. الواد الصغير ها؟ لسه قدامنا شغل كتير. مساء العسل على الناس العسل. مساء النور. ايه لسه ما ظهرتش ولا ايه؟ استاذ سالم انت صرت جاي تقريبا كل يوم كرمال تسال عن مدام ساره وانا كل يوم بجاوبك نفس الجواب. لا. طب ماشي ما بالراحه عليها شويه. وبعدين انت عايزه تفهميني انك سكرتيرتها ودراعها اليمين وما تعرفيش هي غطسانه فين بقى لها كام يوم.
أنا لا من حقي أسألها ولا من حق حدا يتدخل بحياتها الخاصة. أعتذر منك لأنه معطلة شغلة. لا العظيم عسل. بس ماسك كده. مش طاري وسايح. بعتذر منك. تشرب شاي؟ قهوة؟ نسكافيه؟ والكرم ده بقى من امتى؟ اعمل لك ايه؟ انت شكلك كده تعبان ومتضايق. في ايه؟ شكلك مقشفر اليومين دول. ما انا قلت لك تعالى اشتغل معايا يا سالم، قلت لي بيجي وميكي وكلام ما فهمتوش. في ايه يا جدع عم بتتكلم؟ خد نفسين وطلع الكلام مع التخان. يمكن يطلع بدل ما هو بيطلع بالقطاره كده. ما تفضفض يا جدع. والله ما عارف اقول لك ايه يا سبوه. من ساعة ما سبت مصر والدنيا مش عايزه تضحك لي ابدا. حتى وانا في مصر كنت بكح تراب. كل ما اجي افتح باب الاقيه مقفول بالضبه والمفتاح. العيله ايدك منها والارض. والصحاب زي قلتهم. هتقول لي امال احنا بنسيب مصر ونهج ليه يا سالم؟ لو يحسدوك ان اخوك ظابط جيش، يعني ظابط الجيش ده بقى هيفتح لك كل البيبان المقفله. عارف، اصل اختي جوزها ظابط. تلاقيك انت كمان بقى حاسس باللي انا بقوله ده. ظابط جيش بقى زي اخويا ولا ايه؟ في القوات البحريه. تلاقيها يعني ما بتشوفوش خالص. هي مين؟ اختك الغلبانه. لا ما بتشوفوش ولا هي ولا العيال. بس عادي بقى اخدوا على كده. جوزي من زمان بقى. من زمان قوي. ده تلاقيه على كده مقدم بقى. لا مقدم ايه؟ اعلى من كده بكتير. ده ملازم اول. بس ملازم اول دي اقل من مقدم. لا هو اعلى من مقدم. عقيد مثلا؟ ايوه عقيد، بس انا ما بفهمش في الحاجات دي يعني. ثواني يا صاحبي. بالله احبابه ونسى اصحابه. انت كنت فين كل ده؟ قلقتيني عليكي. كان عندي شغل بره. حسن. ايوه يا ست سارة. عدي عليا بكره، عملت لك التاشيره لقريبك. وحياه ابوكي. بس دي تاشيره زياره مش اقامه. مش مهم، ده هو لما يعرف هيموت اصلا من الفرحه. انا هكلمه وابلغه. ربنا يخليكي لينا يا ست سارة. يلا عشان انا عازمك على شاي. ميرسي. ميرسي ايه؟ لا المره دي بجد بقى مش زي المره اللي فاتت. والله مش عامله حسابي، وانا كنت قريبه من هنا قلت اقول حاجه لسبوبه ويعني. معقوله هتمشي من غير ما تشربي حاجه؟ يا ست ساره ما تتفضلي تشربي معانا حاجه. يا ريت كان ينفع، بس انا عندي شغل كتير في الشركه وفي المنظمه ومحتاجه جهدين فوق جهدي عشان اعوض الفتره اللي فاتت. الله يعينك. شكرا. طب يلا ندردش واحنا ماشيين في السكه وانا بوصلك. معلش يا سالم، لما افضى اجي لكم. عن اذنك. اتفضل. ست سارة. اطلب لي شاي. لا. ايه اللي لا؟ انت مش كنت بتعزمني من شوية؟ الكلام ده لما كنت متضايق ومقرف، انما دلوقتي انت راجل زي العسل، انت اللي تعزمني. عسل ايه بس بعد اللي حكيته لي على اختي الغلبانة ده؟ شفت؟ انت بينزل اجازة كل قد ايه؟ مش عارف، نتصل بيها نسألها. ليش هذا السؤال يا سهيل؟ الله يرضى عليك جاوبيني. رجل أعمال بيشتغل بالإلكترونيات. صار لك زمان تعرفيه؟ شكو سهيل؟ رح تفهمين كل شي لما تجاوبيني. صار لك زمان تعرفيه؟ أكثر من سنتين. أكو بينه وبينه بزنس. ملتزم جدا بكل اتفاقاته وياي. اللي أعرفه أنه تاجر سلاح. أبو نضال يسلح الأكراد بالعراق ضد الحكومة. أنت أكيد غلطان. لا ما غلطان، أنا متأكد. وصار لأكثر من 3 سنين مختفي من العراق، ويقولون الحكومة رازدة مكافأة للي يسلم أبو نضال.